واحنا نطالب من قناتك ومن حضرتك شخصيا توصلنا صوتنا وصوتي يعني انا كفلاح وصوت اهلنا بالراشديه والمحافظات. معاناه نشاهدها معاناه كارثه، ومع كل الاسف انت وزاره الزراعه احنا نطالب من الوزير شخصيا. نعم. واريدك توصل صوتنا للوزير. دكتور عباس. اريده نعم. يطلع يتابع الاراضي الزراعيه يتابعها. والله رجل يطلع انا شايف زيارات. حضرتك. بس اريد ايضا للبساتين هذه. توصل هي امانه الله ما تقطعها وتوصل لي. اريده يتابع البساتين خاصه بالراشديه، يتابع معاناه الفلاحين. احنا منتجين، احنا بدنا نقول لك صح احنا صغار بالعمر بس منتجين في الاليع، منتجين طموحين، نريد ننتج، نريد نطور بلدنا. احنا خا ما نظل مستهلكين. نقول على رحمه الدوله الفلانيه. احنا بينا البركه، ومو بس انا، بكل اخوتي بالمنطقه الراشديه وبالمحافظات. لا تتصور ما عندنا خبره، عندنا خبره ونريد ننتج وطموحين ونريد ينهض بلدنا بالزراعه وكل شيء، يعني من النحل، من الدواجن، من الحيوانات، من الابقار، من كل شيء. احنا الراشديه كل شيء تمتاز، وبكل شيء تمتاز مو بس بالزراعه. نعم. تربيه الدواجن، تربيه النحل، انتاج العسل، احنا عندنا بركه بالراشديه، خير من الله، بس عم دعم ماكو. يقول لك ما موت هالمبيدات. لا احنا هسه احنا نكيف المبيدات، تجيبها وزاره الزراعه تكافح النخيل وننقل نحن، بس المبيد ما كتل. تقول اقول فاشل. ما احنا ما نقول بس البق ما كتل. البق ما كتل. وانتم تعرفون هسه تعال تجي بالليل وتشوف ان انا الامراض، والدليل الامراض زادت من طارت الطائره، زادت الامراض. اذا المبيد فاشل. ممكن نعطي نشاط يجوز للامراض. اي والله العظيم اول سنه عندنا اصابه هيك. صار لنا اول سنه تلقيح يجوز هذا. امانه الله اول سنه احنا، اول سنه ها مع العلم احنا هذا ثالث مكافحه. نعم. ثالث مكافحه نكافحها والنوب راح نكافح. بستانه كنا خير شيء نوعيته. هذا بانواع من البرحي، من المجهول، من البريم. مجهول بي. مجهول ما شاء الله. خير من الله. مجهول، برحي، عمراني، خضراوي، بكل شيء بكل شيء احنا الراشديه وانا كل شيء خير من الله.